شاء الله يعني تقريبا في دو فولي، التقييم الفنيه والحاجه شفنا المستويات نتاع الفرق المشاركه اليوم تقريبا اليوم 16 فريق مسجلين. بالطبع فما فرق اخرين جاوا جدد سجلوا معناتها من جديد في مستويين، مستوى تقريبا يلعب في كرة سلة صحيحة اللي هما تقريبا لعبوا 5 ضد 5 قبل، وفما المستجدين اللي هما صافي بليزير تشوفهم يلعبوا وهذا شيء يفرح وشيء معناتها يلعبوا تقريبا في باسكيت كوريكت. التقييم الثاني هو قبول وقبول الفرق، قبول الملاعبية، التطوع نتاعهم يعني تنجم تقول اللي القبول نتاعهم يعطى الدورة هذه وإعطاء الأهمية للدورة هذه شيء يعمل كيف احنا باش نواصلوا في العمل هذايا. بالنسبة لليوم هذه الدورة في يعني الجورني الثالثة اللي باش نلعبوا فيها زوج معناتها دو جورني الثالثة والرابعة، كل فريق باش يلعب مقابلتين، وهذا باش ننقصوا شوية من المصاريف على الجمعيات وعلى الملاعبية. الجامعة التونسية كرة السلة والبيرو فيدرال يعني تقريبا عطى جميع الإمكانيات باش ننجحوا في البطولة هذه، إن شاء الله باش يكون الختام تاعها إن شاء الله باش نكملوا احنا حتى في الصيف باش نكملوا باش نجموا نخرجوا فريق منتخب اللي باش يمثل إن شاء الله الجامعة التونسية وتونس في التظاهرات الدولية.